وعدوا قانون الجنسية مثل الجنسية التركية أنه يشتري عقار قيمته 250,000 دولار ينطو جنسية. فهو سوري من اشترى العقار صار عنده فلوس ملك. يقول ثاني يوم نزل منشور على صفحته قال والله ما حد خرب بيتنا إلا لاجئين سوريين. هو سوري ولا ما تجنس ولا ما تجنس. يعني احنا مشكلتنا هنا اذا هو ما عنده جنسيه شغله ملكه وشغله في الوظائف ايضا مثل ما تطرقوا لاساتذه استاذ حكمات واستاذ اسود انه اكو فيها فالضوابط جنابك تقدر تجاوب استاذ. اكيد اكيد. بس اضافه على كلام الاساتذه انه ابسط مثال اجازه السواق. إجازة السواق للعراقي أنه يحقلك كل 5 سنوات أنه هو يروح يراجع الدائرة ويجدد الإجازة. أما السوري فلازم كل سنة يراجع الدائرة ويدفع رسوم ويجدد الإجازة. هو المفروض وقت نسمع كلمة لاجئ أنه يصير بها تسهيلات ملعة شهورية. إذا تحكي إجازة سوق السيارة. نعم تمام. العفو. بس ردت تضيف نقطة. كل دول العالم اللاجئ مسؤولية الدولة والدولة هي اللي تطلب من يو ان تتدخل. فالأمم المتحدة لازم تحترم كل قوانين الدولة. فإذا أكو أي تغييرات أي شيء الأمم المتحدة يحاول بس ما ينطي ما يقدر يغير أي شيء. فبس ردت أنطي هذا التوضيح وإذا غلطان بالعكس بالعكس هو هذا الصحيح يعني. بس يعني تعقيبا على كلام صديقي العزيز كمثال كان عندنا صديق يشتغل ويانا دبليو اف وطبعا اكسبيرينس كفو. فطلع على اساس يروح ياخذ لجوء باستراليا. فبالطريق تعرفون قبل لازم يروحون اما الاردن او لبنان. بقى 3 سنين بلبنان وعند السي في ما عينوه بلبنان. بس للتوضيح هذا. نعم نعم شكرا, نعم. شكرا جزيلا. احنا العفو العفو سلسان. عفوا انا اشاطر كلمة بالاستاذ حكمة في تعيين اللاجئين السوريين حفاظا على سرية المعلومات. كان عندنا يعني الكثير من اللاجئين في مخيم دوميس كانوا يبون عن التصريح للإعلام بأي كلمة حفاظا على أنفسهم. نعم 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 شكرا جزيلا. شكرا الموضوع هذا مهم جدا. في فكرة ثانية موضوع تقام تدريبات مهنية عديدة وفي كثير من الأماكن سواء خارج المخيمات أو داخل المخيمات. لو نسعى فقط كمنظمات بربط المتدربين بسوق العمل يتم تمكينهم واعتمادهم على أنفسهم. دراسة السوق. نعم نعم. عفوا استاذ حسان يمكن عندك مداخله كانت. نعم. لا تفضل. مداخلتي هو علاقه عفوا يعني ايجاد فرص عمل بين اصحاب المصلحه واللاجئين السوريين او اللاجئ كلمه لاجئ هو الافضل. كيف نستطيع ان نبني علاقه بين المانحين او التجار مع اللاجئ ببناء معامل بما انه لاجئ لديه امتيازات اخرى على سبيل المثال ربما يكون اي عامل يكون ارخص من المجتمع المحلي
بالإمكان أن نسعى إلى إيجاد مناخ يساعد التاجر بالتعاقد مع اللاجئ من أجل إيجاد فرص عمل، من أجل إيجاد فرص حياة أكثر. وفي هذه الحالة حتى المجتمع المحلي أيضا سيستفيد من هذه التجربة أو من هذا الأمر بوجود بنية تحتية أقوى وأكثر توسعة من ذي قبل. شكرا، شكرا جزيلا. العفو، العفو. بس عفوا، عندي بس سؤال استاذ حكمة بما انه ممثل عن جانب يو سي ار. احنا بالبدايه لازم طبعا جنابكم تقدروا الشغله هذه، احنا بالبدايه لازم نفرق بين تسميه لاجئ وطالب لجوء. فرق بين طالب لجوء اصلا سيكل ما بين لاجئ. تريد الفرق؟ فرق لا سيادتك، بس عفوا جواب. انا حسب تعليماتي وزدي لي بعد اذا لو سمحت، على حسب ما أقدم على أساس هسه حاليا الأخوة السوريين المتواجدين عندنا هنا بالإقليم، خلينا نقول هذا عندهم صفة طالب لجوء وليس لاجئين، فمعناته شنو؟ هم في منطقة خلينا نقول يعني بين حالة ومانع على قولتنا احنا العراقيين. نعم نعم. ليش؟ نعم ترانزيشن. على لا حكي عن تجربه انا بنفسي خضتها بال 95 صار عندنا لجوء سياسي، الوالد طبعا كيس سوى معامله فاميلي ريونيون مع مدلم الشمل، بقينا في المانيا الحكي هذا من 94 لغايه 95 احنا بالمخيم، صفه لجوء احنا عندنا صفه طلب لجوء، بحيث كان ممنوع علينا احنا في المانيا نخرج خارج المخيم نروح للسوق مثلا خلينا نقول نشتغل على سبيل المثال داخل المدينه نفسها، الى ان جت الموافقه انه احنا تم منحنا طلب انه اللجوء احنا عندنا لجوء سياسي. نعم. الوالد هو كان خلينا نقول عندنا لجوء سياسي، يلا وقتها قدرنا نشتغل في داخل خلينا نقول مثلا يعني كسب القوت على سبيل المثال. فهنا لازم نفرق السوريين الموجود عندنا، هنا الاخوه السوريين هذول بصفه طلبوا يعني، فلذلك القوانين شوي تكون اشد عليهم. لو عندنا السلجوء خلينا نقول عندنا هنا بالاقليم نفسه قد يكون الامر على الاسهل يكون ما هو مثلا يكون طالب لجوء. صحيح. هو صحيح الوضع الوضع القانوني عند اليونس هم لاجئين طالب لجوء، بس يعاملون كمعاملة لاجئين ولا أكو فرق بينه وبين اللاجئ، نفس الامتيازات اللي يأخذها اللاجئ يأخذها طالب لجوء، ما أكو أي فرق بين الحقوق وبين الامتيازات، مجرد هاي التسمية على الورقة، هم على أرض الواقع هم يعاملون كمعاملة لاجئين ويحصلون على نفس الحقوق اللي يحصل عليها لاجئين. ده تشوفوا عندهم حرية حركة، يطلعون من المخيم، يجون من المخيم، يطلع ساعة 5 الصبح، يروح يشتغل، يروح شهرين يشتغل في المنطقة، يرجع بعدين على المخيم. يعني ما عنده أي فرق من اللاجئ، هي مجرد وضعية قانونية عند اليونسيار، هذا الوضع لأن اللاجئ إلى غير يعني مراحل حتى يصير لاجئ، بس هذول اللاجئين طالب لجوء بس يحصلون على نفس الامتيازات والحقوق اللي يحصل عليها اللاجئ، ماكو أي فرق بينهم. جنابك أنا ذكرت النقطة هذه تعقيباً على الأخ اللي ذكر، قال ليش السوريين مثلاً خلينا نقول ما يمكن توظيفهم في دوائر الدولة؟ مو دوائر الدولة، لا صوابات عمل. أنا عبادي يقول على الدوائر. لو كانت يدخل المخيمات. نعم حتى بعض أنا عبادي يحكي على الدوائر، لأن في هذه الحالة خلينا نقول صفة طالب لجوء هو بعده خلينا نقول في نقل ليس مستقر. لو اخذ اللجوء خلينا نقول مثلا كلجوء سياسي كان او لجوء انساني في ذلك الوقت الدوله تعرف ان هذا الشخص راح يكون يسكن هنا عندنا بالاقليم او في العراق بصوره عامه الى مدى بعيد الى اللي رب العالمين كلها، فلهذا السبب. بشار الثاني ايضا استاذ حكمه لو تفضلت، احنا بما انه هنا بصدد حتى نسهل على الاخوه السوريين الموجودين بغض النظر طالبين لجوء او لاجئين، جنابكم خلينا نقول كقوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، ليش ما تقومون بالتسهيل تمشية معاملات اللجوء اصلا؟ يعني على سبيل المثال هسه صار هسه حاليا الوضع السوري عندنا راح يتفقد 10 سنوات او يعبر 10 سنوات، احنا عندنا صح ولا لا؟ زين، واحنا كلنا قد نجزم وفعلا احنا على يقين انه نقول انه السوريين يرجعون الى بلدهم، هذا الشيء مستحيل. ليش؟ لان القوى السياسيه هناك تشاركت، احنا عندنا قوى الشرق وقوى الغرب صارت. إذا قام على سبيل المثال ويا الوضع اللي بدأ عندنا هنا بالإقليم سنة 91 بعد انتهاء الحرب العراقية الكويتية أو في قبل انتهاء خلينا نقول لما صار نزوح الأكراد نزوح، نحن
إلى تركيا وإيران وحتى قد يكون أيضا إلى سوريا فقط. كانت هذا فقط عظمة واحدة فقط هي اللي قالت تبشر العالم كله اللي هي أمريكا. لأن تعرفون جرائم كل زين بقت الاتحاد السوفيتي انهار بنهاية الثمانينات ما بين 89 إلى 90 الاتحاد السوفيتي اللي كان خلينا نقول هو اللي يحكم الشرق كله زين انهار. فبذلك الوقت بقت الساحة فقط لمن؟ لأمريكا. أمريكا قدرت تضغط على النظام السابق نظام صدام حسين زين بأنه خلت نقاط حظر طيران زين يعتقد 36 38 اعتقد منعت انه توصل طيران عراقي الى الاقليم. فلا نستطيع ايضا ان نخصص مكان يتم فيه حظر السلاح وحظر وصول الطائرات السوريه تحديدا خلي الاخوان السوريين ما تطلعون يرجعون الى مكانهم سواء كان ما بين تركيا وسوريا مثلا او المشترك الموجود ايضا.